على نية التفاهم ودرء الخلاف، تتواصل أشغال قمة مجموعة السبغ ببياريتز كاشفة في مستهلها عن تطورات مختلفة. تطورات ظهرت أبرز ملامحها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خيب أمال شركائه بعد استبعاده أي خفض للتصعيد في الحرب التجارية مع الصين ونفيه الاتفاق على أي رسالة بين الدول السبغ إلى إيران. في وقت تحط فيه هذه الطائرة التابعة للحكومة الإيرانية في بياريتز مقلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة الملف النووي الإيراني مع نظيره الفرنسي، وبالرغم من تأكيد الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة لم تتم بدعوة من مجموعة السبعة بل بمبادرة من باريس، إلا أنها قد تشكل مفاجأة كبرى، خاصة أن ترامب رفض التعليق عليها، الأمر الذي يؤكد عليه المحللون. وصول ظريف مفاجأة كبرى، لم يكن من المتوقع حصول ذلك في هذه القمة لأنه لم يحصل مطلقا في النسخ السابقة. هذه خطوة دبلوماسية من جانب الفرنسيين للمضي قدما في الملف الإيراني. أما بشأن ملف البريكسيت، أيد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في معركته حول هذا الملف، وصفا إياه بالرجل المناسب للمهمة، متعهدا بالتوصل إلى اتفاق تجاري فور إزالة العقبات. وعلى هامش هذه القمة أيضا كانت الشراكة مع إفريقيا عنوان هذه الجلسة التي جمعت بين قادة القمة وبين رؤساء مجموعة من الدول الإفريقية لمناقشة أهم الملفات الاقتصادية في القارة، وانتقالا إلى حال الطوارئ التي تفرضها حرائق غابات الأمازون. اتفقت دول المجموعة على مساعدة الدول المتضررة بأسرع ما يمكن وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. لقاءات ونقاشات متعددة طبعت بداية هذه القمة، من أهمها نقاش وضع الاقتصاد العالمي الذي يظهر مؤشرات تباطؤ مقلقة في ألمانيا والصين والولايات المتحدة. وبحسب المراقبين ربما تهدف هذه القمة في صلبها إلى حل الملفات العالمية العالقة، إلا أنها لا تخلو من محاولات شد وجذب بين موازين القوى المشاركة.